جرى اتصال هاتفي هذا اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكه الاردنيه الهاشميه الشقيقه وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه على البلدين والشعبين الشقيقين والامتين العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات